وأذهب لحضرتك سيادة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السابقة. خلينا نتكلم عن دور المصريين في الخارج. بالتأكيد احنا شاهدنا لأول مرة تحرك في شوارع وعواصم الدول الأوروبية، مئات الآلاف نزلوا اعتراضا على سياسات الدول أو كبريات الدول اللي بتدعم الكيان الصهيوني بشكل كبير جدا جدا. لأول مرة نشهد هذا المنظر في العديد من العواصم والدول الأوروبية، لندن، باريس، أستراليا وغيرها. هل كان للمصريين في الخارج دور في هذا الخروج وفي تصحيح الصورة الإعلامية للقضية الفلسطينية ضد الآلة الإعلامية الصهيونية المضللة؟ أشكرك، وخليني في البداية يعني أوجه الشكر لمجلس القبائل والعائلات المصرية للدعوة الكريمة والاستضافة الرائعة، وأيضا متشرفة أن أنا أكون موجودة مع أعضاء مكتب الحملة الانتخابية برئاسة المستشار محمود فوزي للسيد المرشح عبد الفتاح السيسي. الحقيقة أنه ثوابت الدولة المصرية في ما يتعلق بأمنها القومي المصري وموقفها مع القضية الفلسطينية من الثوابت التاريخية اللي ما جاتش محل صدفة، ولكن جات محل تاريخ طويل جدا أثبتت فيه الدولة المصرية إنها بكامل قوتها مع الفلسطينيين أشقائنا، خاصة في غزة وخاصة بعد الأحداث الأخيرة. أيه. الحقيقة أنه تصريحات السيد الرئيس فيما يتعلق بما حدث من يعني حرب شنعاء ضد إخواتنا في 7 أكتوبر، وبشكر الحقيقة وأثمن على ما ذكره السيد المستشار أنه موقف السيد الرئيس أو موقف القيادة السياسية هو واحد، حتى لو ما كانش في انتخابات كانت برضو القيادة السياسية هتفضل على نفس النهج في مناصرة القضية الفلسطينية. الحقيقة كل التصريحات اللي قالها السيد الرئيس المتعلقة بما حدث في غزة، سواء من طبعا رفض قتل الأبرياء، معبر رفح المفتوح ومستمر للمساعدات الإنسانية، ضد التهجير القسري للفلسطينيين، ضد سياسة العقاب الجماعي، كل هذه التصريحات الحقيقة بالنسبة للمصريين في الداخل وفي الخارج هي الحقيقة سواء يعني هي تصريحات سياسية طبعا وبتوري اتجاه الدولة المصرية، ولكن هم بيستشعروا من خلال هذه التصريحات السياق الإنساني الأخلاقي اللي القيادة السياسية بتقوم به في هذا الملف. احنا بنتكلم عن شعارات كثيرة كنا بنسمع عنها، وحتى الحضور الكريم في الكلمات السابقة كنا بنتكلم عن حقوق الإنسان، شعارات حقوق الإنسان. الحقيقة الدولة المصرية أثبتت إن هي بتترجم هذه الشعارات إلى واقع ملموس. وأنا جاية النهاردة في طريق العريش شايفة كل القافلات بالمساعدات الإنسانية، طبعا بشكر المتطوعين والسائقين، والحقيقة التحالف الوطني للعمل الأهلي، وأيضا حياة كريمة، صندوق تحيا مصر، الهلال الأحمر، الحقيقة مؤسسات الدولة سواء وزارات أو منظمات مجتمع مدني أو حتى أفراد، كلنا هذه الدولة شعبا وقيادة مع ما يحدث في غزة، وعلشان إن احنا نساعدهم. المصريين في الخارج شايفين ده، وخروجهم بهذه المظاهرات وبهذه الحشود هي رد على كل الشائعات في الخارج والأخبار المضللة اللي بتتكلم على لا ما مصر مش عايزة يعني تفتح المعبر، لا ده الجيش مش عامل الواجب بتاعه، حاجات كتيرة جدا. الدولة مش بس ان هي بتقف مع القضية الفلسطينية، انما كمان من خلال ما تقدمه بتثبت وبتضرب بيد من حديد على كل الاخبار المضللة الكاذبة اللي بتتقال عن دولتنا. والحقيقة انه طالما بنتكلم عن كفاح الشعب الفلسطيني، انا يعني كأم لابد ان انا يعني اثمن على الطفل الفلسطيني. الحقيقة الطفل الفلسطيني واحنا بنحتفل في 20 نوفمبر بيوم العالمي للطفل، لابد ان احنا نحيي الطفل الفلسطيني اللي ادى نموذج الحقيقة كبير جدا على الصمود وعلى حبه لتراب وطنه، وبحيي الامهات اللي ربت عيالها على هذا الموضوع.
مع الشائعات الكثيرة اللي الدولة الحقيقة بتواجهها، هناك إشادات دولية بما قدمته الدولة المصرية في هذه القضية. شفنا الأمين العام للأمم المتحدة وهو واقف عند معبر رفح بيتكلم على أن مصر العمود الفقري للمساعدات الإنسانية اللي داخلة إلى قطاع غزة. أيوة. شفنا الرئيس الأمريكي، شفنا البريطاني، شفنا الفرنسي، شفنا العديد من المنظمات الدولية اللي أشادت بالدور المصري. كل ده المصريين في الخارج بياخدوه وبيطلعوا بهذه الحشود اللي بيتكلموا فيها وبيدافعوا وبيكذبوا كل الأخبار المضللة عن الدولة المصرية.